قد يبدو المشهد للوهلة الأولى حول الراحة من هموم الحياة ومتاعبها، لكن الأمر مختلف بالنسبة لأصحاب تلك المنشآت السياحية والمنتزهات الواقعة في حما، فالمعاناة فاقت حجمها الطبيعي من زيادة في الضرائب وارتفاع في الأجور وقلة الدعم شبه المعدوم من قبل الجهات المعنية بالسياحة. ما في أي اهتمام، في ملي، في ظلم المالي، ظلم أعمى، بدهم يانا نسكر المحلات بمعنى الكلمة، وأنا هذا الحكي مسؤول عنه. أنا عندي خسارة حتى الآن من 15 نيسان حتى الآن عندي خسارة حوالي 12-13 مليون. عم بيجوا بدهم بهم بدهم ياخذوا مصاري من الضرائب، هالضرائب على أي أساس بدكم تاخذوها؟ إذا أنا عندي خسارة 12 مليون ليش بدكم تاخذوا هالضرائب؟ عندي يوميا أجار عمال 250 ألف ليرة سوري مع أكلون، منين بدي أجمع أنا إذا يوم الجمعة بدي تاخذ المالي كامل؟ عم تاخذ، ما عم تاكل كامل، تاخذ عم تاخذ 6% من ارباحي، وعم تاخذ 6% اللي المواطن مقادر يدفعها وما عم بيدفعها، وانا عم بتحمل مسؤوليتها. بس مهم يجي سائح لعندي وقل له اهلا وسهلا فيك. لم تقتصر معاناة اصحاب المنتزهات على ارتفاع التكاليف والضرائب وغيرها من المشكلات التي ترافقت مع غياب الدعم فحسب، بل طالت الزائرين القادمين من خارج البلاد وداخلها كانعدام وجود الدلالات المرورية وصعوبة الطرقات التي تؤدي إلى المنتزه المقصود، جميعها معوقات أثرت بشكل سلبي على عمل المنشآت السياحية في المنطقة وأدت إلى خسارتها في أغلب الأحيان. للأسف مقومات السياحة شوي ضعيفة وعم تعتمد على المجهود الشخصي والاجتهاد الشخصي. يعني كل صاحب منشأة هو اللي عم يعتمد على نفسه ليحدث يعمل بظل الظروف الصعبة، إن كان معوقات كثيرة. السنة هذه يعني تختلف عن السنين الماضية، هون خفت شوي السياحة، يعني اقتصرت على أيام الأعياد فقط، يوم الجمعة، يوم الأحد. اهتمام بالسياحة هلق ما في، لا ما في، ولا في حتى يعني نحن من بعيدين 70-80 كيلومتر، بنزين مازوت لنجي ما في، يعني لهيك قصرت العالم كثير عن هي الشغلة. ولا أجمل من هيك، أجمل بلد بالعالم. أنا بالنسبة لي أجمل بلد بالعالم. هلا في الموضوع أنا ما بعرف الطريق، فما في أرمات توصل للمكان يعني. تقتصر فترات عمل هذه المنتزهات على أيام العطل والأعياد بأعداد قليلة مقارنة مع الأعوام السابقة، وكل ذلك مرده إلى ما ذكره أصحاب العمل على أن يكون ذلك خير إشارة لأماكن سياحية شعبية تحتاج دعما أسوة بالمنتجعات والمناطق الساحلية.